وسهلا بيكم في نص مشكل. معانا النهارده ضيوف جداد ومعانا وصفات جديده، والنهارده هعمل لكم فراخ مشويه بسلطه الفريك وافوكادو وبنجر، وحاطه معاها كمان جرجير. اول حاجه هعملها هتبل الفراخ. تتبيله الفراخ عباره عن عصير برتقال وليمون مخلل متقطع حتت صغيره، عسل وبابريكا وتوم وبشر ليمون وبشر برتقال. هلمهم كلهم في بولة، هحط عصير البرتقال والليمون مخلل والعسل، هحط التوم وبابريكا وبشر ليمون وبشر برتقال، واحط عليهم شوية ملح وفلفل. وهاخد البنجر بتاعي احطه في صينية اللي هدخل فيها الفراخ في الفرن، واحط عليه البصل برضو هتبله شوية بملح وفلفل. حط شوية زيت زيتون تاني، ناخدهم تقليبة كده مع بعض، وهبتدي اخد التتبيلة. واتبلها تاني كويس، وهدخلها الفرن لمدة تقريبا 45 دقيقة. انا هشيل المارينيشن بتاعي، هشيله علشان هاخده غلوة كده بسيطة على النار علشان هسقي بيه الفراخ بعد كده، فانا محتاجاه يعملي زي جليزنج للفرخه. طبعا الفريك بكون محضراه وبكون سلقاه عادي، مستوي عادي جدا. هنحط معاها كمان افوكادو، وهحطه على الجريل. واقوم حطها على الجريل. انا كده الصوص بتاعي خلاص جاهز بالمنظر ده، سبته يغلي شويه على النار ويقل. يعني الافوكادو هديله بس لون. انا هجيب حبه من الخضار المشوي اللي انا شويته مع الفراخ تحت، وهقلبه مع الفريك. طبعا البنجر خلى الدنيا حمراء. واو